صار ايضا هذه الانطلاقه هو انقل الميكروفون لجميع المعلقين الى الميدان. امريكا رشد انك قادر على كل شيء قدير. هذه الانطلاقه مشاهدينا الاعزاء الانطلاقه الصباحيه واول شوط ينطلق في صباح هذا اليوم ليوم الخميس 18 من فبراير لعام 2016 ينطلق شوط الحول من 8 كيلومترات هي مسافة وانطلاق هذا التحدي من 8 نيسان باترول في أيضا انتظار صاحبة المركز الأول مهداة من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق انطلاقة شعارات أصحاب السمو الشيوخ بمشاركة صباحية في تحدي ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. هذه الانطلاقة الأولى أول التحديات أول المنافسات وتواجد شعارات أصحاب السمو الشيوخ المشاركين في هذا التحدي في مهرجان أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تنطلق أيضا مقدمة الشوط مع صاحبة المركز الأول المتواجدة على مقدمة الشوط بتحديات شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتواجد في عملية التضمير بتواجد دوارة مع المركز الأول مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتواجد في عملية التضمير. المركز الثاني تصل العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري يتابعها في عملية التضمير. بينما نرى المركز الثاني هناك أرى الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتابع انطلاقة الذيبة المتواجدة مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل هناك راهية لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير ومشاركة راهية على المركز الرابع. أما المركز الخامس هناك تصل في هذه اللحظات وصلت ظن لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري يتابع انطلاقة ظن في هذا التواجد المتميز الصباحي ضمن فعاليات هذا المهرجان. ها هي الخمس المراكز الأولى نداؤنا الأول للشعارات الحاضرة شعارات أصحاب السمو والشيوخ مشاركين بمهرجان سيدي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في انطلاقة صباحية وتواجد لهذه الرياضة رياضة الهجن العربية الأصيلة رياضة الآباء والأجداد. يا من تتابعون هذه الرياضة عبر قناة الأولى بلس وقناتي أيضا دبي ريسينج وقناتي ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس والخدود. شكرا لجميع القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام. ها هي التحديات وها هي الإثارة التي تجمع المتنافسين بهذا الميدان ميدان الشهيد. مقدمة الشوط المركز الأول غيرت العزرة مع المركز الأول مشاهدين الأعزاء متابعين في كل مكان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد على المقدمة وهناك عبد الله بن طالب بن شريم المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار. يليه مباشرة هناك دوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة دوارة هي المتواجدة مشاهدين الأعزاء على ثاني المراكز الوصيفة أيضا للعزرة في هذا الموقع المتميز في صدارة الشوط ما بينها وما بين العزرة ما بين دوارة والعزرة في موقع واحد. بينما نرى مشاهدين الأعزاء
متابعينا الكرام صاحبة المركز الثالث وتصل هناك الديبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يتواجد بانطلاق واندفاع. الديبة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت ظن لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. خامسا تصل في هذه اللحظات هناك راهية لهجن الشحانية وأيضا محمد بن خالد. العطية يتابعها في عملية التضمير. هذا نداءنا الثاني مشاهدين الأعزاء متابعين في كل مكان، أتمنت على حضراتكم وأعود وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المتنافسين الحاضرين والمتواجدين في ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثرى واسكنه فسيح جناته. أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول، أول المتحديين هناك ما بين العزرة وما بين دوارة، 4 كيلومترات انقضت وما تبقى إلا 4 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، نهاية هذا الحدث الهام، الحدث الصباحي لشوط الحول في صباح هذا اليوم، الشوط الأول بتحديات واندفاع ومنافسات. هذه الشعارات، هذه مشاهدينا الكرام، هذه دوارة، هذه دوارة ومن 8 كيلومترات ولا زالت دوارة تتنافس بهذه المنافسة المشرفة. دوارة في موقع متميز في هذا الصباح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، المكتوم مضمرها سعيد بن راشد بن غدير. الكتبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار، لهذا الانطلاق المباشر والحي في منافسات قوية وإبداع جميل لشعارات أصحاب السمو والشيوخ بمنافسة مشرفة في هذه الرياضة في هذا الانطلاق. أما المركز الثاني العزرة، العزرة مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن خلفان بالصاية، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن طالب بن شريم المري يتابعها في عملية التضمير. أما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات هناك ظن لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة وبهذا الانطلاق. أما المركز الرابع هناك الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ. المزروعي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. هذه الأربع المراكز الأولى أذعناها على حضراتكم المنطلقات من البداية، من البداية والمنافسة ما بين الأربع الأسامي من بداية الثمانية كيلومترات بتحدي ومنافسة مشرفة ما بين هذه الأساطير. أعود وياكم إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. الابتعاد وظن غيرت ظن، ظن مع المركز الأول لهجن الشحانية وهناك جابر بن سالم بن فاران. المري من غير على مقدمة الشوط غير على المركز الأول بهذا التحدي بهذه المنافسة القوية. ظن مع المقدمة، ظن مع الصدارة، ظن مع المركز الأول. الله 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 الله، هذه ظن وانطلق الظن من بداية هذا التحدي وبهذه المنافسة. الكيلوين متر الأخير المتبقية على نهاية الشوط، هذه ظن وهذه اندفاع ظن وسيطرة ظن في موقع متميز. ظن لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. المري يتابعها في عملية التضمير. المركز الثاني العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن طالب بن شريم. المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار. المركز الثالث، الله يا دوارة، وصلت دوارة مشاهدين الأعزاء الثلاثية في هذا الموقع 1800 متر في موقع متميز في هذا المهرجان. دوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هناك سعيد بن راشد بن غدير الكتبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة
المتابعة ما بين هذه الأساطير. الله الله الله، المركز الرابع بانتظار صاحبة المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام بتحديات هذه الشعارات، المركز الرابع انتظار صاحبة المركز الرابع. هناك أرى مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام وصول أيضا في هذه اللحظات من حافل هجن الشحانية، وسالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. خامسا تصل هناك الشاهينية لهجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي يتابع هذا الحدث الهام مع هذه الانطلاقة. إذن أعود وياكم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى أول المنطلقين والحاضرين بتواجد أيضا ظن وتواجد دوارة وتواجد العزرة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، هذه انطلاقة ظن، ولكن دوارة 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 مع المركز الثاني، وظن لا زالت مسيطرة مسيطرة مشاهدينا الأعزاء مع المركز الأول. أيضا أيضا لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري يتابعها، جابر بن سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير والمتابعة لهذا الانطلاق. دوارة مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر سعيد بن راشد بن غدير الكتبي، لكن منحاف وصلت، منحاف انطلقت، منحاف في هذا الإبداع لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير. دوارة 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 مع المركز الأول، وأيضا رصدت عليها التعليمات. هذه دوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتومة، هناك سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. هذه انطلاق واندفاع، هذه دوارة، هذه دوارة. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي على فوز دوارة في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك للمضمر سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي، متابعا لهذا الشعار. المركز الثاني منحاف لهجن الشحانية، المركز الثالث ظن لهجن الشحانية، المركز الرابع كانت العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد من سعيد المكتوم. المركز الخامس وصلت أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة من حصلت على المركز الخامس. تهانينا